هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. كيف ممكن العائلة تكون سعيدة؟ بهيدا الروبورتاج رح نتعرف على بعض النقاط يلي بتساعدنا نعيش بعائلة سعيدة. العائلة هي الجوهرة الأساسية للمجتمع، ولولاها لأصبحنا بلا مأوى، وكل يعيش على هواه، فكيف يمكن لعائلتي أن تكون متماسكة وسعيدة؟ تواجه أعباء الحياة وأزماته بوجه صلب وعزيمة حديدية. العائلة السعيدة هي العائلة يلي أفراد أسرتها بيكون في نوع من التناغم بيناتهم، يعني العائلة السعيدة هن لما بيكونوا الأهل قادرين إنه يتحاوروا مع أولادهم، والأولاد عندهم القدرة بذات الوقت إنه يتحدثوا مع أهلهم، يعني ما يكون عندهم مخاوف وأشياء عم بيعيشوها بينهم وبين حالهم، يكون عندهم القدرة إنه يتحدثوا مع أهلهم بحيالله وقت بحيالله موضوع هن عابينهم يحكوا فيه. هناك العديد من الأمور التي تلم شمل العائلة وتجعلها سعيدة، فالأسرة التي تجتمع على مائدة واحدة تعتبر من أكثر الأسر سعادة. فإن كنت تريد أن تجعل أسرتك سعيدة تعيش حالة من السرور، فعليك أن تحثهم على الأكل الجماعي. حتى نكون عائلة سعيدة بدنا نجرب قد ما فينا يضل في تواصل بيننا وبين أفراد عائلتنا، يعني الخوف ما لازم يكون موجود عندنا نحن كأولاد موجودين بالعائلة. حيالله شي بيصير معنا لازم أول شخص نرجع له هو يا أمنا يا بينا، حسب مين الشخص اللي بيكون موجود معنا بالبيت بأغلبية الوقت، بس دايماً هم الأشخاص الوحيدين اللي بيقدروا يساعدونا، لأنه قد ما جربنا نحكي لأشخاص من برات البيت ما رح يقدروا يفيدونا بالطريقة يلي أهلنا بيقدروا ينصحونا فينا. فتنكون عائلة سعيدة لازم دايماً نخبرهم حيالله شي بيصير معنا، تخانقنا مع رفقاتنا، ضربناهم، ضربونا، منخبرهم إياها بالتفاصيل، هن بيقدروا يعطونا الحل المناسب لنقدر نواجه حيالله شي بيصير معنا. فإن كنت تحاول أن تجعل أسرتك سعيدة، ابدأ بنفسك وحاول أن تخلق نوعاً من التغيير النفسي والاجتماعي، واجعلهم يسعدون بالالتفات حولك. المشكلة يمكن يلي منعاني منها هي إنه ما منلاقي الوقت المناسب حتى نحكي مع أهلنا، بنحسهم يمكن مضغوطين بالشغل أو ما عم بيقدروا يكون عندهم وقت لإلنا، فدايماً فينا حتى نحن كأهل فينا بوقت الأولاد اللي عم يلعبوا فيه أو عم يحضروا تلفزيون نقعد نتحدث معهم ونسألهم شو صار معهم بهذا النهار، نعطيهم مجال يعبروا أكثر، ونحن كأولاد فينا كمان بذات الوقت نساعد أهلنا هن وعم يشتغلوا، يمكن بهالطريقة نقدر نوصل لهم مثلاً فكرة معينة صارت معنا اليوم مش قادرين نوصلها بغير طريقة. إن أكثر الأمور التي تنشر المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة هي احترام الكبير والعطف على الصغير، فالأسرة التي تبنى على هذا الأساس تعتبر أسرة مترابطة ومتحابة. النصيحة الأساسية اللي بوجهها لإلكم هي إن دايماً حيالله شي بيصير معكم ما تخلوا شي جواتكم، أهلكم هن المرجع لإلكم، هن الأشخاص اللي بيقدروا يساعدوكم، فحتى تضلكم مرتاحين نفسياً وقادرين إنه تحلوا كل المشاكل اللي بتصير معكم رجعوا لإلهم خبرون لو شو ما كان صاير معكم. أهلنا وأخواتنا هن نعمة من الرب يسوع، كرمال هيك لازم نهتم فيهم ونصرف الوقت بالصلاة كرمالهم. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز.